الأستاذ كريم السيد حمد، كيف يمكن لمؤسسة الوساطة أن تكون مرجعا أساسيا قبل الدخول في أي نزاع قضائي؟ وهل فكرتم أستاذ غالي؟ كيف يمكن أستاذنا الكريم لمؤسسة الوساطة أن تكون مرجعا أساسيا قبل الدخول في أي نزاع قضائي؟ وهل فكرتم أستاذنا الجليل في إنشاء والميلاد معاهد تكوينية وتقديرية في هذا الموضوع، علما أن الكثير من الناس، وهذا يشهد به الواقع، يجهلون عن مؤسسة الوساطة أي معرفة أو دراية أشهر؟